عاوزينك في الإدارة بسرعة. أنا موقفي أصبح في منتهى الإحراج أمام مجلس الإدارة. في السرقة الأولانية ضاع مني ترقية، مين عارف المرة دي هيجيني إيه؟ ياسمينة يا سعادة البيه. اقعدي. اسمك ايه؟ زي ما قالك حضرة الملاحظ. اسمك بالكامل؟ ياسمين حسين السيد عبد الودود. انت امبارح بعد ما خرجتي من المصنع رحتي فين؟ احنا ما بنخرجش على الساعة، أول ما بنسمع الصفرة بنغير هدومنا ونروح. انت بتقولي احنا ليه؟ أنا بسألش على الكل. انت بالذات روحتي الساعة كام؟ طب انا واحدة من الكل. وبعد ما خلصت من العمل رحتي على فين؟ الله، رحت مطرح ما رحت. جرايه يا استاذ حسين، ده لو عريسي سألني السؤال ده كنت خدت على خاطري منه. ياسمينة. نعم. انت عرفتي طبعا ان المصنع اتسرق. ما كل البنات عرفوا، اشمعنى انا اللي بتسألوها؟ جرايه يا استاذ حسين، انا اشرب بنت في المصنع ده ولا لا؟ شوفي بقى، السؤال اللي اسأله لك تجاوبي عليه وبس. طيب. انت امبارح كنت موجودة في المصنع بعد العمال والموظفين ما انصرفوا. عشان كده جبناكي نسألك. انا اصل امبارح بعد ما روحت فتحت شنطتي ما لقيتش الكيس، افتكرت اني سبته في البالطو. بعدين اخدتها جاري لغايه المصنع، لقيت البوابه مقفوله، فضلت اتحايل على اساس ما انه يدخلني مرضيش. دخل هو ورجع قال لي مفيش، وبعدين وراح الكيس. لا يا بيه، المال الحلال ما يروحش ابدا. لقيته النهارده الصبح جنب الحنفيه. انده لاسماعيل. كانت الساعه كام لما ياسمينة جات لك يا اسماعيل؟ بعد ما قفلت البوابه بربع ساعه. وزميلك كان فين؟ كان موجود. انت قلتي انك قابلت اسماعيل بس وتحايلتي عليه. لقيت الاتنين يا بيه، سي اسماعيل وسي علي. يعني اسماعيل دخل يدور على الكيس وفضل علي. بعد ما رجع اسماعيل دخل علي. اصلها غلطتي من الاول يا بيه، انا اللي قلت لهم ان الكيس في مرياله. ها، مظبوط الكلام ده يا اسماعيل؟ مظبوط يا بيه. انا عمري ما اكذب يا بيه، وعمر انسان ما خونني، انا طول عمري عايشه شريفه، واشرف مني ما تلاقيش والنبي يا بيه. ما تركوش اي اثر وراه، لا بصمات ولا ابواب مكسوره، وده يؤكد ان العصابه لها شركاء داخل المصنع. مش جايز يكونوا اخذوا رشوه وافتعلوا تمثيليه ضربهم وتكتيفهم؟ ايه المانع يا فندم ان احنا نعين ملاحظ بمعرفتنا؟ نضمن منين انه ما يستجيبش لاغراء الماده هو كمان؟ لا يا فندم، انا قصدي واحد من رجالتنا احنا. هي فكرة مش بطالة، بس لازم يكون غير معروف للمنطقة. فعلا. بتفكر في حد معين؟ ايوه يا فندم، في واحد ينفعنا قوي، الرقيب امين محمد حسني، اشتغل معايا كتير واثبت جدارة كبيرة. انت يا اخينا ما تفتح لي الباب. ايه عايزة ايه؟ انت الباب الجديد؟ انا ظابط الامن، عايزة ايه؟ انا موظفة هنا. في مواعيد للدخول والخروج. ليه؟ هي مدرسة؟ اخصموا مني ربع يوم وايه يعني؟ حكاية الربع دي اتلغت. مين لغاها؟ أنا. يا أستاذ حسين، يا أستاذ حسين، ما تشوف الجدع ده مش عايز يفتحلي. دي واخدة إذن من امبارح بتأخير ساعة يا سامين. وما قلتليش كده ليه من الأول؟ حقك عليا. لا صلاح. هو باسمه ايه؟ شوف اكل عيشك اجري. طب ما تشخطش. ايه
الحته الورانيه اللي في ظهر اسم الفتله هي نقطه الضعف، يعني ممكن المخزن يتسرق من غير البوابه ما تتفتح. فعلا السور واطي قوي. اعمل مذكره وانا امضيها لك نقدمها لمجلس اداره، نعمل مقايسه ونطلع السور متر كمان. على ما نعمل ده كله يكون المخزن اتسرق. امال تفتكر يعني هنعمل ايه؟ انا عايز كشكليه في الحته دي. معنى كده انك هتقيم في المصنع، يعني مش هتخرج منه ولا ليل ولا نهار. انا راضي. ليه يا اخي؟ هو انت ما عندكش بيت؟ عندي طبعا. طب تسيب ولادك؟ انا مش متجوز الحمد لله. يا سلام، لغايه دلوقتي. طلع ايدك من جيبك. طلع ايدك من جيبك. طب سيبني مسكت كده ليه؟ بقول لك طلع ايدك من جيبك. سيب ايدي. خبي ايه؟ معلش يا سامين، دي حاجه بسيطه يمكن نساها في جيبه. يا سامين من فضلك كل واحد يتكلم عن نفسه. صلاح اركن لي ده عندك. انا بقى هطلع اللي في جيبي من غير تفتيش اهو. اوعى يا بنت انا مستعجله. افتحي الشنطه. ليه؟ خلصينا يا ياسمين. لا في ايه يا صلاح؟ مش عاوزه تتفتش. طب اطلعي من الصف، خشي جوه. افندم مش عايزه تحترم النظام ليه؟ فوضى وبتسميها نظام؟ يا سلام. وحياة عبد السلام. طب افتحي الشنطه عشان تروحي. مش فاتحاها، وريني هتعمل ايه؟ اوعى تسيبني، ما انتش مفتشني. غصب عني. ها لقيت حاجة؟ ما تفتشني أنا كمان، يمكن أكون مخبية حاجة جوه هدوم. ما تفتش. مكسوف؟ ما تفتش. لا لا يا أمين، أسلوب القسوة مع العمال زيادة عن اللزوم. اللجنة النقابية احتجت، وكمان تصرفك مع البنت دي. يا فندم هي اللي عفرت معايا في الكشك. عفرت معاك علشان كنت عايز تبوسها. انا كدابه. الحقني يا بيه، شايف سعادتك وعايز يضربني قدامك كمان. روحي يا شاطره لشغلك. حاضر. منك لله. بنتي ما تربتش صنف الحريم بخطر، لازم تحترس وانت بتتعامل وياه. يعني ايه؟ لا لو شفت بنت اضرب لها سلام. انت ما اتعاملتش مع حريم قبل كده؟ ولا قبله. عشان كده انا بستغرب، بشوفك بتعامل الولد زي البنت. تمام والله، اذا كان المدير عايزنا نعامل البنت شكل والولد شكل يبقى فين النظام؟ تعالى يا سامين شوف لنا حل. ايه في ايه؟ الخناقه جوه العنبر. خليك انت. اي الحقوني وحشوني انا متوحشه. اوعى اوعى تبني انت كمان. تعالي بس يا قليل الادب، اصل مالكيش اهلي يلموك. ايوه راسي قطع لسانك. اوعى تبني. تعالي هنا. مجنونه سويه، تعالي بس. انت مالك يا اخي بس تبني. تعالي هنا اهو. سيبوني عليها. اسكت. يلا يا بنات كل واحد تروح تشوف شغلها. يلا ايه ده؟ فتشهم حته حته ولا اجيب لك نضاره معظمه عشان تشوف بيها كويس؟ فتش. طب لم الكراكيب دي، لم. لا مؤاخذة